السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد كما ديما. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في سجينة ديالنا الاخوان. المهم الاخوان كيف ما عارفين في هذا الفيديو هذا ديك النتيوه اللي كنا شريناها على اساس انها نتيوه اللي شفنا في الفيديو اللي فات انها صدقه استكار. كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطلعوا نبدلها، الله يبغي يبدل لنا الاخوان، انا غير ذكر الله يبغي يبدلونا يدينا نسيوا فهمت. والخبر الثاني الاخوان هاد نسيوا ديالنا فخان تي ولد خالي تاهو عنده الحمامه الاخوان، غادي نديها له معايا حيت انا فهاد الوقيته ما نقدرش نشري الذكر، واخا نقدر نشري في نفس الوقت ما نقدرش حيت الجيران الاخوان كيتشكاو خصني نناقش. كنت قلت لكم في واحد الفيديو شحال هادي وانا كنناقش شويه بشويه الاخوان. المهم الاخوان هذا راه النهار الثاني راه طلعت الاخوان وراه بغى يبدل ليها الاخوان ديك لانسا ديك الدكار عطاني لانسا هي هنايا دابا نوريها لكم اخوتي راه مزيونه تبارك الله. المهم باش نقول لكم اللون هي زرقاء ولكن مسندره الاخوان عندها واحد الجنوحه بويض فيها الديكور واعر انا عجبني الاخوان. وبارح جبتها الاخوان كانت باقا المغرب شي نص ساعه بحال هذيك قلت نخلي حتى نغدا نصوركم اللي هو اليوم فهمتوا. المهم نقول لكم التغيرات اللي ما مشيتش شي تغيرات في السجن الاخوان غير هاد الزويجه هادو فتحت لهم زودت لهم ديك اللوحه حيت شفتهم اللي فتحت لهم شفتهم ولفوها مزيان ومبقاوش يرجعوا للبلاصه ديالهم قديمه ها هما ولفوها مزيان حيت لهم حتى الماء والماكله ديالهم راه عطيتهم ياكلوا عاد حيت لهم الوكاله هي والماء الاخوان صافي زودت لهم ديك الطاسه يبقاو يشربوا هنايا حيت صافي راه فتحت لهم فهمتوا كيفاش. دابا نجبدوها الاخوان وراه نسيوا مأكد منها هادي هو اللي اختار هادي نلاقيوها مع الذكر هذا هي لانتا البارح الاخوان ملي جبتها خشيتها له وشفتهم شنو بقى كيكركر عليها فهمت وحيدتها له وملتها هنايا بوحديتها قلت نخليها هاد الليله هادي اللي هي البارح زعما ترتاح مع راسها شويه تمايا عاد اليوم نعمل فيديو ونلاقيوها مع الذكر الجديد فهمت مع الذكر الجديد ما هي اللي جديد مع الذكر الجديد ديالها زعما فهمتوني. ترى هو الاخوان نخرجوا يا الاخوان شي 5 ايام مخرج من هنا هو هذا الاخوان تبارك الله سلام وطخون بلاصين نجبدوها الاخوان نزلوها هنايا نشوفوها موراها ندخلوها له الاخوان راه هي بلاتي نجبدها الاخوان شوفوا لا تسنتيرا ديالها هاهي تبارك الله عندها واحدة بعد الريشات بويض ولكن خرجت لها واحد الريشة كحلة فهمتو بديك البويض خرجت واحدة كحلة تما راه مشكتها الإخوان المهم راه تبان لكم واحد الريشة كحلة بديك الجناح خلينا تنجبدها تتخرج على خاطرة باش منعدبها شي معرفش عندها مع ديك البلاصة الاخوان باش تعرفوها لا نسى الذكر ما كيكري كيكركر عليا كيعملها. المهم الاخوان هنايا عندها واحد الريشه كحله وهنا واحد الريشه كحله خرجت لها عرفتي واش كبرت فيها هيداك ولا غتخرجوا لها. المهم الاخوان هو كيكركر ليا نبينوها له بعدا فهمتو هاهي الاخوان والله حتى كيضربها الاخوان البارح ملي خشيتها له ما كانش كيضرب وعاد شافها دابا عاد تاكد انها لانسا وخير دخلت عليها ديك الدخله تخلع ما يدافع على البلاصه ديالو وخير شتو الاخوان ما كيضرباش هي هادي مار هي باغا تخرج هانتوما الاخوان بدا يضرب فيها شي حاجه معرفتش علاش هي لانسا زعما المهم هيا خرجنا الاخوان فهمتي انا من الواد الذكر هدا كيبان ليا الاخوان هي لانسا والله تا لانسا واش كيعملو لهاد الكره مكيضربوهاش. المهم الاخوان جربوهم هنايا خشيو هاد الذكر بيض هنايا نشوفو البلاصه ديال حتى شي واحد فهمتو
اللي يقدر يتفاهم معاه. يا هي اول قصد لانيشان راسا الاخوان شتو كي ضربها الاخوان. مبغيناش يا الاخوان يبقى يضرب حتى تزوج معاه، مبغيناش ينعذبوها فهمت. اذا خليتهم اذا كي ضربها راهي فرعه ولكن يقدروا يتزوجوا. انا ديك الشيء مبغيناش يا الاخوان يبقى يضرب فيها يضرب فيها، راهم تا يتفاهموا عادي فهمت. نهبطوه من هاد المطعة هذا. دوك نتي واد النفخ الاخوان راه ديت انا ولد خالي كما شفتو في الاول ديال الفيديو. عرفتو الاخوان شنو غادي نعمل؟ نقولكم شنو نعمل دابا. خليه هنا بلاتي عدل واحد الحاجة هاديك. غادي نزول الاخوان هاد اللوحة هادي، نجرب واحد الحاجة بلاتو. نحيد هاد الما هنايا ونفتح هاد السلك هدا. البارح الاخوان البارح اخوتي ملي لقيتو بالليل مع ديك المغرب مع جبتها، قلت راه نجرب نشوف نخيالو الاخوان نشوفو مشا يضربو ولا شنو يعمل. بقا كيكركر عليها الاخوان، هاج عليها فوش الصندوق ديالو مضربة حتى شي ضرب. قلت صافي حتى الغدا نفرقو من رجدا هنايا، رجعته هنايا قلت زعما حتى الغدا اللي هو اليوم نعمل الفيديو عاد نلاقيهم فهمت. الاخر الاخوان دابا ملي لقيناهم بدا يضربها. المهم الاخوان انا كنفتح هاد السلك هذا، تولى في الحميمات نجيبو له هاد النتيوة هادي. نزول هادي الاخوان نقليه بلا لوحة ونشوفو واش يضربها. ساعات كنظن ما يضربهاش اذا دخلت سالو. الاخوان فتحت ديك السلك وانا عامل غير المسمار فهمتو. ملي كنعديها هيدا صافي. اذا انا عدلت الاخوان شحال هادي عدلت، بقى صبره معايا. انا نضخم مع الاخوان كنبغي نسد عليه شي زويجة. اي صندوقة كتجي قادة جات العبارة الصنادق كاملين. هاهي شو الاخوان ملي خرج مشانيش راني نضارب مع الذكرات. حيد هاد اللقطة هادا وهاد السلك. هو دابا نهبطو داك النسوار الاخوان. طلقوا والو هنايا دابا كيجي عليها هنايا مكيضرباش. بعيدة يقدرو يتزوجو الاخوان. كي كيضربها ما كيدخل لهم البلاصة ديالو كيضربها هاد الخانة هادا، مكيحملش شي واحد يدخل لهم البلاصة ديالو. شوف شكيعمل لها الاخوان كيضربها. المهم الاخوان ردوا عليا بعدا كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات واحد جوج كانوا قالوا لي ديك الذكيه هذيك اللي جبتو الاساس انه لا انتقلوا لي ذكر وكنت وصح كان ذكر. نتمنى منهم الاخوان جوج بهم يعاودوا يقولوا لنا واش هذا ذكر ولا لا انت. تبارك الله عليهم كيفاهموا داكشي اللي قالوا هو اللي كان. اذا كنتو كتفرجوا في هذا الفيديو اخوتي قولوا لنا هذا واش ذكر ولا لا انت. يعني انا كنستناكم. وبقى مخلوعه واحد الخلعه فيها حيت ما صافي بلا ما هبطت تم بلاصة ديالها مبقات شي شبرة بلاصة. هي باغا تطلع تما. شو 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 كامل لا شو خارج مو بلاصة ديالو ومشي ليه. شو مشات انا عند هاذوك ولا فاهم بعدا بنتي. هانتوما الاخوان احنا نشوفو دابا غادي نخشيوها مع الذكر هذا بيض اخر ما يضرباش يمارف. انا باقي حتى ما جربتش نمشي والله باقي حتى ما جربتو. غادي يقول تعارف ما يضرباش. ها آه هو هنايا دابا نشبروها بحال هيدا نبينو زعما نزلوها له هنايا الاخوان نعملو له مادي هيدا.
شو الاخوة؟ هي براسها بقى معها ما بغاتش تتهود، ما نقزت ما والو، ما خليهاش تتهود حيت مشكتها تقصح. هانتوما الاخوان، الدكر هذا فين كيعجبني الدكر هذا الاخوان. شو هاد النتيوة ديالو؟ فهمت والو؟ هاد المصيبة هادا، عندنا هادشي ديما معكس. هي نتيوة هي، ولكن ماشي شي نتيوة الإخوان اللي واعر، فهمت؟ المهم قاضي الغرض. شتو الاخوان ما كيضربهاش شي مرة. المهم الاخوان حيدوها. الاخوان كيبان لي يطلق لي واحد العقار، خرجوا من السطح. ما عملت معها الاخوان ملي كنت جبت ديك الدكار باش جربتهم على برا. عندي واحد الصندوقه بحال هادي الاخوان على برا. بروخا كيفرفروا من داخل الاخوان. قلت لكم الاخوان غادي نخرجوا على برا، عندي واحد الصندوقه بحال هادي ونشد عليهم على برا في السطح، فهمتوا؟ غادي نجرب الاخوان، يقدروا ما يضربوا شي ساعتك. دابا هو مشكله ملي كيكونوا برا ما كيضربهاش، ملي كتدخل عنده لداخل البلاصه ديالو كيضربها، فهمتوا كيفاش؟ هاني ما خصوش يدخل البلاصه ديالو. انا نشوف برا الاخوان يطلقوا والو من هنا، كتمشي تما. هيا صاحبي سعيدة، واش كيعمل لها كي ضربة تما؟ خصوش يدخلهم بلاصة ديالها. اش نعمل عاوتاني؟ شبر هدا، حيدو من هنايا، شبر هدا، عملو هنا، خليو شي هدا يجي للبلاصة ديالو. دابا نشبروها، نعملوها لهنا. هاهو شوف لي اليهودي، يدي باش ما يضربهاش، عارف يضرب، مصيبة معاه. هايدي تحي، نشوفو هادا لا جليلة واش عيضربها. كيضرباش وهذا كذا الاخوه مزاوج وما كيضربش انت واخر، وهذا اللي ما مزاوجش الاخوان كيضرب انت و اللي جبناه نوال. شنو المشكل دابا؟ المهم الاخوان عرفتو شنو غادي نعمل؟ غادي نمشي لوحة بيناتهم ولا نعدل شي حاجة الاخوان، شي شبك. المهم انا ندبر لهم شي حاجة ونرجع عندكم الاخوان، ندبر لهم شي حل، فهمتوا؟ يشوفوا بعضهم ما يقدروش يوصلوا عند بعضهم، وراها نرجع عندكم. المهم الاخوان دابا علي المغرب، عاد رجعت عاود كملت الصور، اسمحنا على الصور اللي مقطع. كنت قلت لكم الاخوان غادي ندبر لهم شي بلاصه نفرقهم، راكم ما كتشوفوا راه ما كاينينش هنايا هما. خرجتهم من السطح الاخوان، وعندي واحد الصندوقه بحال هادي وسديت عليهم فيها بجوج بهم وتفاهموا واحد شويه في ديك الساعه الاخوان، وهوت بحالي، فهمت؟ حتى دابا عاد طلعت علي المغرب. انا نخرج دابا نوريهم لكم الاخوان هما على برا، وساعتك الاخوان دخلوا من هنا يشوفوا واش عايزين يتفاهموا ولا لا. شو هذا طلع يديروا براسه؟ شوف عرفتي اش ما حضاني شي لابيضات ديالو. هي نسيوا، هاو دير
يلا دخلي هادوك تشوفو مع الاخوان. عوضت لهم العش كيف ما كتشوفو، كيبانو لي الاخوان كيسخنو، ما عرفتش واش حطات ولا لا. عاد طلعت دابا انا فهمت، هي هي ديال نسيوا الاخوان. وهذا هو الدكار، واش كتعمل؟ خاصها تريح في العش. عرفتي واش حطات؟ لا باقي باقي هانتو. المهم الاخوان نخرجوا على برا. هاد الزويجه تاعهم بلاتي نشوف باقي. هذا الدكار الاخوان، هادوك راه عاملهم دو بلاستيك الاخوان، راه حطت الثانيه هذيك. المهم الاخوان راه هما فين عاملهم. انا ملي عملتهم مع بعضهم في الاول دا كيضربها واحد شويه، مورها عوضت راسو فهمتوا الاخوان، مابقاش كيضربها. انا نصوركم من هنا. شتو الاخوان تبارك الله، مابقاش كيضربها بزاف. على الله الاخوان ملي ندخلهم من بلاصتهم السجن داخل ما يضربهاش فهمت. هما هنايا راه تفهموا واحد شويه ما كيضربهاش، ولكن ما مزوجينش. المهم الاخوان دابا غادي ندخلهم ونشوف. هما الاخوان دابا نفتح لهم ديك البلاصه، على الله يتفاهموا مع بعضياتهم فيها. انا عارف ما يتفاهموش، ولكن المهم نجربوا الاخوان. ما بغاوش يتزوجوا في هذا الفيديو، ان شاء الله في الفيديو اللي ما جيو نزوجوهم فهمتوا. يلي عندها عندنا مع ديك البلاصه فوق ما دخلنا السجن كتمشينيش عند ديك البلاصه. المهم الاخوان غادي نحيد اللوحه او نخليها هيدا، ندخلهم هيدا احسن. ها هو الدكار يدخل راسو سيوية. هادي الاخوان نبينوها له بحال هيدا، بعدا عاد ندخلوها له فهمتو. ها هو طيب لا راسها باين. ها هو الاخوان كيضرباش الصراحة، ماشي ديك الضرب اللي كان كيضربها شحال هادي باقي، ماشي شحال هادي في الاول قبل ما نفارقهم هاد العشية هادي، قبل ما نلاقيهم هاد العشية على برا فهمت. قبل ما نلاقيهم الاخوان فهاد العشية على برا كان كيضربها كثر من هيدا. شو دابا شو الضرب اللي كيضربها الاخوان؟ ماشي ديك الضرب اللي هادي فرعة، ولا حنا مبغيناش يضرب هاديك الضرب اللي هي فرعة فهمت. هاي بحال اللي كي المهم راكم فاهمين الاخوان، ما كيضربهاش يا الضربات، راه ما كيتسماش ضربات، راه مزيان الاخوان الطويلة. دابا دخل عليها واحد الضربة ولكن ماشي مشكل. هادوك البيضات اللي تما الاخوان هادوك جوج هي ديال البلاستيك فهمتو، عاملهم في ديك الوكالة. البيضات البلاستيك كنخليهم هنايا فهمتو باش ما يضيعوليش. هادشي اللي كاين الاخوان، راه تفاهموا مع بعضهم واحد شوية بعدا الحمد لله. هي باقا مخلوعة ولكن تشبر بلاصتها تا هي ان شاء الله. اسمع الاخوان دابا هاد الزوجة غادي تحط، وهاد الزوجة ان شاء الله تا هما يحطو باش نبدلو مع بعضياتهم فهمت. هما بجوج بيهم كيوجدو مع بعضهم دابا. هادو الاخوان كيف ما عارفين في الفيديو اللي كنت مشيت عند ولد خالي عملنا توليها عندو، هنا عندي بيطاج ديال النفخة الاخوان كيف ما عارفين. هادو عندهم ديال بلاستيك. كنقول لكم الاخوان دابا انا عارف بزاف الناس عارفين شنو كاين، ولكن كاين بعض منكم الاخوان فهمتوا كيدخلوا جدادين ما عارفينش شنو كاين في السجن باش حتى هما يتبعوا معنا ويعرفوا شنو كاين فهمتوا. هادو الاخوان هادي نسيوا الدكار ديالها هو هذا، عندهم بيطاج ديالهم ما بدلت لهم حتى حاجه، عندهم بيطاج ديالهم ما عرفتش حتى شحال عندهم، واش 10 ايام ولا بحال هيدا. المهم دابا الاخوان نحيد هادي ونرجع عندكم، ضيق عليا هنا في السجن والسلام دابا. المهم الاخوان دخلت حتى الطاجين هذا كنت عاملو لهم على برا، باش زعما على الله الذكر يبقى يهيش به فهمتوا كيفاش الاخوان. الذكور ملي كيكونوا باغيين يتزوجوا كيشبروا قنيات، كيبقى عندها واحد الصويت، قلت نمل لهم الطاجين تمايا باش فهمتوا المنظر، كيبقى يريح فيه ويهيش. يا خليتو لهم تمايا دابا ردوا لهم من هنا عاود. هو كيكركر عليها الاخوان مزيان، دخلوا له الطاجين يهيش فيه. هي طالعة فوق ديك الوكالة. هاهوما الإخوان سديت عليهم هيدا، هي خايفة أنا منو فهمتو عليا، كتبعد كتشبر ديك القنت. هادو الإخوان كيجمعو، عرفتي جمعو العش ديال السجن كاملة أخوتي.
وهما كيشبروا شي عش كيديوه كيجيو عند هادو كيكون العش هيدا من هنايا كيهزوه كيسرقوه لهم كيجمعوه شحال العش عندهم وقيدك باقي مبغاوش يحطوه لكن هما راه تزوجوا الاخوان هادو اللي طبقوا من بعد راه مزوجين الاخوان تزوجوا راه شي قدروا غير شي 5 ايام بحال هذا كل سيمانه يحطوا حيت هي اول مره غادي تحط هذيك هما ماشي بزاف باش تزوجوا يلاه البارح وقيل شفتو بدا يتبعها كيجري موراها شتو الاخوان اللي كنقول لكم نتوما شتو شتي كامل وسط الطاجين الاخوان شتو واخا راه شبحال هذا فريخ الاخوان وقيل طلع ذكر هذا وقيل طلع ذكر اخوتي تبارك الله اللوين ديالو مزيان تبارك الاخوان ديك انت واللي كانت هنا راه هاد البلاصه راه نقيتها الاخوان اللي كنت ديتها لولد خالي ديك انت واد النفخ راه الاخوان عطيتها له باش فهمتو يبيض منا هو عنده الذكر وعنده هو انت واد الذكر ولكن ديك انت عيات شويه فهمتو عيا ما عيات ما تبيضو المشكله الاخوان كتبيضو فروخها كيموتوا له داك اخر مره الاخوان باش كنت مشيت عملنا توليعه عنده كنت شفتو جوج فروخه اللي عند واحد جوج واحد الزويجه الاخوان ديال الراس انا خلي لكم التصاور ديالهم هنا من داك الفيديو نفسه كنت اخواني تما من واحد التوليعه باقي عاقلين جوج دفروخه ديال النفخ كانوا عنده واحد في عمره كان شي سيمانه ما كملاش واحد شي شهر ما كملش وجوج بهم ماتوا له الاخوان ما عرفناش السبب المهم ما عندوش الزهر الاخوان في خينيسيس ما في غاديتانوس مره الاخوان ملي كيفرخ بيضه سبع مرات كتفقاش وحده وحده ما كتفقاش شي بعض المرات كيفقسوا كيموتوا يعني عنده الذكار وانتوا الاخوان وفروخه ما عندوش مار واصلا ديك انتوا اللي عنده راه الابنه ديال ديك الذكر فهمت ورا هذيك انتوا الاخوان اللي عطيتها له راه هذيك يبقى ياخذ منها بيضات ملي تكون عنده شي زويجه ديال التوكل واجده هو عادي ياخذ بيضات واذا ما كانوش شي عنده الاخوان الزويجه ديال التوكل واجده يعطيني بيضات فهمتوا كيفاش يعني ان شاء الله نشوفوا فروخه ديال ديك انتوا الاخوان ديال النفخ اللي كانت عندنا هنا راه نشوفوا فروخه ديالها ان شاء الله مع الوقت يتبعوا معنا ان شاء الله يكون الجديد ان شاء الله انتم الاخوان شتو هي باغا تخرج هو الاخوان كيضرباش يا هاي كيجعيها وسال هي مخلوعه ما عرفتش اش مخلوعه بزاف المهم ترى دابا تشبر المتعة الاخوان راه اذا بقيت تسد عليهم اذا راه يتزوجوا المهم كما قلت لكم ان شاء الله الفيديو الجاي تلقاوهم مزوجين هادشي اللي كاين هادو الاخوان كما قلت لكم راه حداني على بيضات مابقاوش كيقدروا يخرجوا من الصندوق ديالهم هادو اخوتي حيت دابا هاد الزويجه هادي حاكمه هاد البلاصه ملي هادو كيخرجوا هادو كيضربوهم هادو كيقلي واحد العقل الاخوان طلعوا من هنا ملي كنطلعهم كنسد عليهم الاخوان كيخرجوا لي من هنا كيبقاو يدفعوا كيبقاو يبغيو يخرجوا صحه صافي كتدوز هاديك وكيخرج انت واد النفخ ما كنتش كتخرج مار حيت اصلا ما كنتش كتشوف هاد الحاشيه هي نسيو فين كتمشي شوف ها العش ديال الاخوان وين فين كتحطها هاي هادي عاوتاني تبارك الله هادو الاخوان باقي ما خرجوش من بدال اكثر هي الذكر العنق ديالو كامل مكرط المهم الاخوان هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا كيف ما شفتوا في هذا الفيديو راه بدلنا داك الدكار اللي كنا شريناه جبنا هاد النتيوه تبارك الله عندنا واحد التوليعه هنايا مع الاخوان كيف ما شفتهم في الاول كانوا ما كيتحملوش يا الاخوان شوفوا دابا تبارك الله هما بداو يتفاهموا مع بعضهم واحد شويه هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله ما تنساوش الاخوان اول حاجه تخلوا معكم لايك وتشتركوا معنا في قناه الاخوان السلام عليكم.